السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. ما كنتش ناوي إن أنا أتكلم في موضوع شارلي إبدو والجريدة الفرنسية اللي كل شوية ترسم الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، بعد الجريدة الدنماركية وهذا الفيلم الإجرامي اللي يقول لك حرية التعبير، وهم أكتر ناس مجرمة في حق الحريات، أكتر ناس احتلوا الدول بتاعت العالم، أكتر ناس استعبدوا العالم، أكتر ناس قهروا العالم، أكتر ناس بيفرضوا آراء على العالم. وليه حد يقدر يتكلم في موضوع الهولوكوست بتاع الحرب العالمية الثانية؟ يتسجن بره على طول. اكتر ناس ضد الله وضد الاديان وضد الاخلاق، فجور، زنا في الشوارع، عري، ولا ما فيش منكر في الدنيا ما بيعملوهوش زي البهائم والعياذ بالله. ان كان عندهم بعض المكتسبات العلمية فربنا بيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ما كنتش ناوي ان انا اتكلم على الموضوع، لان كل شوية هننشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النهارده يا جماعة، النهارده الجمعة، فالواحد قاعد يصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام شوية، افتكرت موقف سيدنا حمزة لحظة اسلامه لما ابو جهل شتم النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة بن عبد المطلب اسلم في اللحظة دي، اسلم حمية للنبي عليه الصلاة والسلام، وراح ولطم ابو جهل وشقله راسه وقال له اتسب محمدا وانا على دينه. الكلمة دي شرخت لي قلبي يا جماعة، اتسب محمدا وانا على دينه، يعني ايه مسلم؟ بيقول له انا على دينه، انا مسلم، انت مش عارف ان المسلمين رجالة ولا ايه؟ يعني ايه تعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت فاكر ان المسلمين دول مش رجالة، ولا المسلمين دول ما عندهمش نخوة، ولا المسلمين دول ايه؟ مش بيقولوا اتسب محمد وانا على ديني، انا مسلم، يبقى انت ما تنطقش على النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد نظرتهم للمسلمين بقت ايه؟ عشان الاستخفاف ده، عشان الاستخفاف اللي هم وصلوا له الوقت. حق النبي عليه الصلاة والسلام عليك ايه؟ انت شايف ان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرط 5 شروط على الانصار عشان يرضى ان هو يروح لهم، وان هم يجاهدوا معاه، وانه يبقى جنود في جيش محمد عليه الصلاة والسلام. كان الشرط الرابع: وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، ان انتوا تحافظوا عليا وتحموني زي بالظبط كاني في عدوان جه على بنتك الصغيره او عدوان جه على مراتك، ان انتوا تحموني وتدافعوا عني. الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام ده من ابجديات الاسلام، فيش حاجه اسمها مسلم ما يدافعش عن النبي وما يغيرش على النبي عليه الصلاه والسلام. كون ان هم مجرمين، وان هم شتموا النبي عليه الصلاه والسلام، وان هم هيشتموا النبي عليه الصلاه والسلام، وان كل ده بيعبر عن فشلهم امام انتشار الاسلام في الغرب والشرق وفي كل مكان، وكل ده بيعبر عن حقدهم امام تاريخ الاسلام اللي اكتسحهم واللي اكتسح كل اراضي الاسلام من سلطانهم، وكل ده بيعبر عن الاف ومئات الالاف من المناظرات العقلانيه اللي اتهزموا فيها امام علماء الاسلام. كل ده بيعبر عن حقدهم، وفي الاخر يولعوا في نسخه من القران زي بالظبط واحد بيقرا واحد ومش عارف يعمل له حاجه، قام ولع في صورته، اعلان فشل. كل ده اعلان للفشل بتاعهم واعلان للهزيمه بتاعتهم قدام الاسلام. مفيش دين في تاريخ البشرية اتهزم قدام دين زي ما دينهم اتهزم قدام ديننا. مفيش دين في تاريخ البشرية اتهزم عسكريا واتهزم عقائديا واتهزم اقناعيا واتهزم نفسيا واتهزم في دخول مئات الالاف من رجال الدين بتوعهم وعلمائهم وعوامهم في ديننا. مفيش دين في تاريخ البشرية اتهزم على جميع مستويات العقل واللسان والحجة والسنان زي ما دينهم اتهزم قدام ديننا. عشان كده هم مش ناسيين ده ابدا. ده لا يبرر لكثير من المسلمين ان هو يقول يا عم هم بيشتموا النبي عليه السلام، وربنا كده كده بيدافع عن النبي عليه السلام، واحنا مش هنقعد بقى ايه نرد عليه. ازاي ما تردش عليه؟ اتسب محمدا وانا على دينه، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. ايوه ربنا هيرد على النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل: انا كفيناك المستهزئين. مش اني، انا، الجمع يدل على ربنا بيتكلم بعظمته وجلاله. كفيناك اسم الله الكافي المستهزئين، ربنا كافي النبي عليه الصلاه والسلام المستهزئين في 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 حياه النبي عليه الصلاه والسلام بعد موت النبي. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وان تظاهروا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين، يبقى مش اي حد بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللي بيدافع عن النبي ويتكلم عن محمد عليه الصلاه والسلام هو صالح المؤمنين، اللي بيقفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام هم صالح المؤمنين، اللي بيذبوا عن عرض النبي عليه الصلاه والسلام هم صالح المؤمنين. لما صحابي النبي عليه الصلاه والسلام وهو مسافر في الجهاد، فالنبي نام بالليل وهو نايم على سايق الدبه بتاعته، فكان يقع، الصحابي سنده النبي عليه الصلاه والسلام، قال: اخذ الله
الله عنك. يعني ربنا يدفع عنك السوء زي ما دفعت عني السوء. يبقى اللي بيدافع عن النبي ربنا بيدافع عنهم. ان الله يدافع عن الذين امنوا. وفي قراءه عشريه ان الله يدفع عن الذين امنوا. الدفاع ده مدافع. الله سبحانه وتعالى بيبرهن لكل انسان بينصر النبي عليه الصلاه والسلام ان ينصره. عمرك ما هتشوف النصرات في حياتك زي لما تنصر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. ربنا مش هيسيب النبي عليه الصلاه والسلام. ومحدش يقول طب يعني ربنا عمل ايه. يا جماعه الاسلام اكتسح العالم كله وكل الاديان كره الاسلام. ليه؟ كل الاديان حقد على الاسلام. ليه؟ لان الاسلام خد من قلبها. لان الاسلام خد دم قلبهم. الاسلام خد دم قلب النصارى وخد حكامهم وخد رجال دينهم. كل دول بقى مسلمين. وخد فلسفتهم وخد اراضيهم وخد ملكهم. الاسلام خد دم قلب اليهود. الاسلام خد ملك الارض وملك الهندوس وملك. الاسلام وصل العالم كله وجماهير العالم دخلت في الاسلام والى اليوم. فالكل خايف منه والكل خايف لانه ايش معنى الاسلام هو القاسم المشترك ما بين كل الاديان. ايش معنى؟ لانه كله خايف منه. لانه كله عارف انه اقوى دين على وجه الارض وانه اعظم دين مقنع واعظم دين اللي هيقرا القران. اما كنا شغالين في مشروع جريتس قران كنا بنبعت مصاحف مترجمه للعالم كله واساتذه الجامعه في العالم وكل مكان في العالم. كان كل اربعه بنبعت لهم قران يعني جريتس قران يعني نسخه قرانيه مجاني. كان كل اربعه بيدخل منهم واحد في الاسلام. 25% من اللي بيقرا القران بس فقط بدون اي خلفيه على الدين ولا اي شرح ولا اي تفسير كان بيدخل في الاسلام. ما يخافوش منه ازاي وما يترعبوش منه ازاي؟ ما يترعبوش ازاي من انجح شخصيه غيرت التاريخ كله محمد بن عبد الله؟ ما يترعبوش ازاي من اقوى كتاب اقنع العقول في العالم كلها القران؟ ما يترعبوش ازاي من دين ولي هو الله واللي نصره في 1400 سنه هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني يا جماعه اللي بيحصل ده بيفهمنا ازاي نحب النبي عليه السلام. ازاي نحبه؟ شفتوا النبي عليه الصلاه والسلام لما بيتشتم احنا بنبقى قلوبنا مولعه وغيرين على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي قعد 23 سنه عليه الصلاه والسلام يشتموا فيه ويستهزئوا بيه ويتجرؤوا عليه. استحمل كل ده عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام اتولد ابوه مات وهو جنين، امه ماتت قدام عينه وهو طفل على بعد 120 سنه 120 كيلو متر من مكه ودفنها بايديه. جده مات بعدها قاعد اتنقل من بيت لبيت. مراته حبيبته خديجه ماتت، عمه مات، كل ولاده ماتوا ما عدا فاطمة. كل ولاده ما عدا فاطمة. احفاده ماتوا قدام عينيه. اصحابه خيرة اصحابه ذبحوا قدام عينيهم وبيقتلوا عن لا اله الا الله في غزوة احد. ولما اتقتلوا كلهم قال اصطفوا حتى اثني على ربي. تعالوا نحمد ربنا لان ربنا عظيم وربنا كريم. النبي كان عارف نعم ربنا سبحانه وتعالى اعظم من عطر اذان الكون بالثناء على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه هم مش عارفينه. ايوه هم بيرسمونا احنا مش بيرسموه هو. ايوه احنا المجرمين الحقيقيين. ايوه احنا مقصرين في دعوه الناس. ولكن رسول الله ما يتشتمش عليه الصلاه والسلام. لو في رجاله وعارفين ان في رجاله واقفين يدافعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام عمرهم ما يتجرؤوا عليه ابدا. حبيب الله محمد يا معانا حقه عليك ايه؟ لازم نعمل حاجه يا جماعه. نعمل ان احنا نرد عليهم، ان احنا ندافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان احنا نتكلم. كلكم اتكلموا عن النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتزداد شرف لما بتتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه ثانيه افضحوهم. افضحوهم بتوع فرنسا وتوع اكتر دول بتحارب الاسلام. افضحوهم. هم بيقول لك الباسم حريه التعبير. حريه التعبير فين؟ ده انتوا اسود تاريخ في الدنيا. ده انتوا اكتر تاريخ دموي في الدنيا. ده انتوا الحروب الاهليه بينكم وبين بعض يا نصارى اتذبح فيها مئات الملايين. ده انتوا ذبحتوا بعض في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه قتلتوا 100 مليون بني ادم. ده انتوا ذبحتوا كام مليون من الهنود الحمر في امريكا. انتوا جايين تتكلموا على الحريه وجايين تتكلموا عن القيم وجايين تتكلموا على المبادئ يلي والعياذ بالله بتجمعوا بعض في الشوارع زي البهائم والحيوانات. انتوا جايين تتكلموا على الحريات وجايين تتكلموا على الاخلاق، جايين تتكلموا عن اطهر خلق الله، اعف خلق الله، اصدق خلق الله، اشجع خلق الله. جايين تتكلموا عن الرسول الامين عليه الصلاه والسلام. مين بيتكلم عن مين؟ مين بيكلم؟ افضحوهم. طلعوا تاريخهم الاسود. طلعوا حقدهم الدفين. طلعوا انتشار الاسلام بره. السبب الحقيقي ورا الاسلاموفوبيا اللي موجوده دلوقتي في الخارج. لازم يبقى ليك رد فعل. لازم تعرفوا الدنيا كلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايه عند المسلمين وغالي قد ايه عند المسلمين. وفي نفس الوقت لازم تعرف ان هم ما رسموش النبي، دول رسموك انت، رسمونا احنا. الرسوم دي هو الصوره الذهنيه اللي عندهم عن الاسلام. احنا عدم تمسكنا بديننا هم السبب في اللي هم فيه. مخالفتك لسنه النبي ومخالفه الصحابه في احد لسنه واحده خلت المعركه كلها تتهزم، نتهزم فيها لصالح الكفار. قد ايه معارك احنا مهزومين فيها بسببنا وبسبب ذنوبنا وبسبب عدم توبتنا. الشباب مشغولين في ايه؟ ترندات الشباب
الشباب الوقت ايه؟ اخر اخبار اغاني الهضبة والعري بتاع الفاجرات اللي قاعدين يسموه ممثلات والساحل الشمالي والناس اللي قاعدة باسم الافراح يعملوا حفلات في الساحل الشمالي والشباب قاعد كل الترندات الوقت بقت اخبار الفنانين والفنانات وعربياتهم واغانيهم ومواقفهم وكلماتهم. فوق يا جماعة، فوقوا شوفوا اللي انتوا بتعملوه ده وصلنا لايه؟ وصلنا لحالة شكلها قدمني المهانة في العالم كله لما حبيب الله محمد اطهر خلق الله يتشتم بسببنا، يتشتم بسبب ذنوبنا ومعاصينا. يبقى احنا ساعتها نقابل النبي عليه الصلاة والسلام باي وش، ونرجو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة باي وجه، والنبي اللي هيخرج من الجنة ثلاث مرات واول خلق الله يدخلها عشان ينقذ الامة ويشفع للامة وينقذ الامة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام ما يستاهلش مننا كده. عايزين نفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام بنصرته، عايزين نفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالانتماء لسنته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين الترندات بتاعت السوشيال ميديا تبقى هي الدين والسنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إلا رسول الله ده الهاشتاج بتاعنا كلنا، ده الترند بتاعنا كلنا، ده الحاجة اللي لازم تنتشر في الأمة كلها. إلا رسول الله ده الهاشتاج بتاعنا، اللي أنا عامل المقطع نفسه بالهاشتاج ده، ولازم كلنا إن شاء الله بإذن الله تحت يعني شعار إلا رسول الله ننصر النبي ونمنع النبي مما نمنع منه نساءنا وابناءنا، ونحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين يقظة شوية، عايزين نفوق شوية ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. باقي دقائق على مغرب، يعني احنا على مغرب يوم الجمعة، يعني دلوقتي في ساعة الإجابة يا جماعة. اللهم انصر نبيك، اللهم اكفي نبيك، اللهم دافع عن نبيك، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اعذرنا يا رب، اللهم اعذرنا، اللهم مكننا من نصرة دينك ونصرة نبيك الامين عليه الصلاة والسلام. الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم دافع عن نبيك، اللهم ارنا في من يسب النبي محمد آية من اياتك يا رب. اللهم ارنا في من يسبون النبي محمد آية من آياتك يا رب. اللهم كما سلطت عليهم من سنوات الفقر والخراب الاقتصادي لما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، اللهم فسلط عليهم من سننك ما تذيقهم به جزاء أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا، اللهم دافع عن دينك وعن أوليائك وعن الدعاة إليك، اللهم دافع عن نبيك عن رسولك، اللهم دافع عن حرماتك، اللهم دافع عن المسجد الأقصى وعن الحرمين الشريفين، اللهم دافع عن الإسلام وحدود الإسلام ومنارات الإسلام، اللهم دافع عن شريعتك وحدودك، اللهم دافع عن الدعاة إليك وأنصار دينك والمتدينين والملتزمات في كل مكان، اللهم دافع عن الإسلام، اللهم دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم دافع عن الذين آمنوا، اللهم انصرنا، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لكلماتهم قلوب العباد. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك محمد ونعظم رسولك محمد، ونشكرك على نعمة أن أرسلت إلينا حبيبك محمد. اللهم إنا نشهدك أننا نؤمن بوحدانيتك، ونشهد أن رسولك حق وأنه نبي من عندك. اللهم أعنا على نصرته، اللهم افتح لنا أبواب نصرته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم مكننا من نصرة الإسلام، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر بنا الإسلام وانصرنا بالإسلام. اللهم أغثنا، رب إنا مغلوبون فانتصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أرنا في الكفار الذين أساءوا إلى النبي محمد آية من آيات قدرتك. اللهم يا ربنا لا نستطيع أن نرد عليهم، فرد عنا يا رب العرش الكريم. اللهم انصر دينك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم
اللهم صل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم انشر سنته، اللهم انصر سنته، اللهم انصره يا رب كما نصرك في حياته، اللهم انصره يا نصير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.